في توقيت سياسي واقتصادي صعب تواجه باكستان خطر موجة جديدة من الهجمات الإرهابية بعد إنهاء حركة طالبان باكستان هدنة هشة. لم تتأخر الحركة في شن أولى هجماتها، وبحسب بيان للشرطة فإن انتحاريا استهدف دورية أمنية في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد كانت تحرس فريقا صحيا يشارك في حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، وهو ما تبنته حركة طالبان باكستان لاحقا. الهجوم الذي أوقع قتلى وجرحى بينهم مدنيون وقع في منطقة قريبة من الحدود مع أفغانستان حيث ينشط مسلحو حركة طالبان باكستان، لكن ذلك لا يعني أن المدن الحضارية من بينها العاصمة إسلامباد ستكون بمنأى عن مثل هذه الهجمات في قادم الأيام، لا سيما أن الحركة المتشددة أمرت عناصرها باستئناف هجماتهم في جميع أنحاء البلاد. الهدنة التي بدأت في مايو الماضي جاءت غداة محادثات بين الحركة وممثلين عن الحكومة الباكستانية استضافتها كابول، لكن وقف إطلاق النار ظل هشا طيلة الأشهر الماضية إذ تبادل الطرفان اتهامات بتجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة. خلال تلك المحادثات لم يتوصل الطرفان إلى أرضية مشتركة تضع حدا لتمرد بدأ قبل 14 عاما، فبينما تطالب الحكومة الباكستانية طالبان باكستان بقبول دستور البلاد وقطع علاقاتها بداعش الإرهابي، ظلت الحركة متمسكة بهدفها المتمثل في خفض الوجود العسكري في المناطق القبلية. نذر علوش، تيرت عربي.